صفا، أنا النهاردة عندي اجتماعات كتيرة. إيه هو الموضوع المهم اللي ما يحتملش تأجيل بقى؟ إيه ده يعني؟ مش هتشربي حاجة؟ لا مش عايزة أشرب حاجة. هي خدمة بسيطة ليا وفيها مصلحة ليكي. حتى لو ماليش مصلحة، عمري ما بحسبها معاك. جات لك الفرصة إنك تصلحي اللي انكسر منا بسبب موضوع عمر. ماشي يا سيدي، أنا مستعدة. أتفضل قول. اتفضلي. دار الأيتام بتاعت كارما ورقها خلص وجاهزة للتنفيذ، وبصفتك مرشحة بقوة للوزارة أنا شايف إنك ممكن تنتهز الفرصة دي وتقومي برعاية حفل خيري لصالح الدار. أنت كده هتكسبي بونت عند الحكومة وعند الناس، وحيبان إنك مهتمة بالعمل الخيري مش مجرد كلام ولا نوايا بس. فكرة حلوة دي، فكرة كارما؟ لا دي فكرتي أنا، كارما عندها فكرة تانية. بقيت متحمس قوي للمشاريع الخيرية يا مصطفى، أحب أسمع فكرة كارما. كارما بتقترح إنك تكوني الرئيس الشرفي للدار. وإنت إيه رأيك؟ أنا رأيي قلتهولك في الأول، هتكوني مستفيدة جدا. ليه كارما ما قالتليش الكلام ده بنفسها؟ ولا هي خلاص وكلتك بكل حاجة خاصة بيها؟ يا لما تحط حد في دماغك. أنا مش عارف بس أنت مش مستريحة لها ليه؟ علشان من أول ما ظهرت ما غلطتش، كل حاجة تعملها صح ومظبوطة مية مية. معقولة في حد كامل للدرجة دي يا مصطفى؟ غيرة الستات دي أنا حافظها صم. عارف كويس قوي أنا ما بعرفش أغير، لأن عمري ما حط نفسي مقارنة مع أي حد. ثقتك بنفسك دي هي اللي بتميزك، هي اللي خليتك تكملي مشوارك وبإصرار لحد ما مسكت هيئة الاستثمار، وثقتك دي هي اللي هتخليكي بإذن الله تمسكي الوزارة إن شاء الله. ثقتك يا مصطفى فيا وثقتي فيك هي اللي هتخلينا وافق. مش بس كده، أنا هعمل الحفلة ببيتي، إيه رأيك؟ ده عشمي فيكي. دكتور صافي، أنا عايزة أشكر حضرتك إنك وافقتي تكوني الرئيس الشرفي للجمعية، وإنه الحفلة دي هتكون تحت رعايتك. اسم كبير زي حضرتك أكيد هيكون إضافة كبيرة للمشروع. قوليلي انت بتفكري في ايه بالظبط؟ الحقيقه انا مش عارفه، انا في الاساس هي فكره استاذ مصطفى، بس انا متهيئه لي انه احنا ممكن نعزم ناس في البيزنس، نجوم في المجتمع يدعموا الحفل، مش لازم على هيئه فلوس، ممكن تكون على هيئه افكار او حتى دعايه تطور من المشروع. بس كده؟ دي حاجه بسيطه جدا، احنا شخصيا ساهمنا في حفلات من النوع ده كتير. بصي، ابن شريف هيقعد معاكي ويقولك تنظمي حفلتك ازاي. اعتقد انكم بقيتم صحاب. صحيح، وهو شريف كمان اللي هيعزم الناس؟ لا 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 طبعا، دي مهمتي انا، امال انا هنا ليه؟ هنحط ليست ونحط فيها شخصيات عامه ومؤسسات، رجال اعمال، ما تقلقيش محدش هيتأخر عليا. طبعا أنا مقدرة قوي دعمك للمشروع، وكمان مدركة تماما إنه التبرعات دي مش ممكن كنت أجمعها من غيرك. ميرسي، ميرسي بوكو. You are most welcome. اتفضلي. ميرسي. Anyway كارما، You are so beautiful. Thank you so much. So you are. شكرا. سيتي على القهوة ونستأذن أنا بقى. كل حاجة ماشية كويس. بعد اعتماد الرسم النهائي للمول، معدات العمل استقرت جدا. الشهر الجاي هنفتح 4 مشروعات جديدة. داود،
مش جايبك عشان كده. خير يا مستر عمرو. هنكبر شغلنا هنا في مصر. انت عارف ان شغلي في الاساس بره. بس I see that the market is growing here in Egypt. هنكبر في اي اتجاه؟ في عقاري برضه ولا مجالات مختلفه؟ لا بص بقى، لو قلت لك مش محتاج افكارك. وانت عاوز افكاري؟ اه، عشان هتبقى مدير مكتبي هنا في مصر. مدير مكتبك في مصر؟ دي ثقه كبيره جدا يا مستر عمر. Well, I see you're the best man for the job. شكرا. صباح الخير يا دكتوره صفيناز. بونجور يا عمر. مش هاخد من وقتك كتير. انا برعى حفل خيري للايتام وعامله حفله كبيره عندي عزمه فيها معظم اصحابي ومعارفي. انت طبعا معزوم. يلا حضر تبرع يليق بمقامك. من اولها كده؟ طالما عاوز تتوسع في البيزنس هنا يبقى لازم تدخل في الدوائر الصح. ده غير ان القانون المصري بيشجع النوع ده من العمل المجتمعي، ونسبه كبيره من مبالغ التبرع تتخصم من ضرايبك. You're always right. هبعت لك تفاصيل الحفله في كارت على مكتبك. Thanks for everything يا عمر. باي باي. مش عايزك تقلقي خالص. الحفلة كلها أنا هنظمها من الأول للآخر. هو إيه حكاية تنظيم الحفلات دي؟ مامتك برضو قالت لي كده. هو أنت بتنظم حفلات؟ آه، عندي شركة صغيرة كده بعمل بيها إيفنتس. غريبة يعني، شكلك ما يقولش. ليه؟ كل حفلات صفي اللي أنت حضرتيها دي أنا اللي منظم. وبتاخد كام إن شاء الله؟ كتير أوي. يا عم دي حفلة خيرية. بصي بقى، شريف مراد ما بيعملش حاجة ببلاش، ما دام هيشتغل لازم ياخد فلوس، وبعدين انت بقيتي بزنس ومان عالية أوي، ادفعي. مالك قافش كده ليه؟ أدفع يعني؟ أدفع كام بس؟ يعني لسه ما حسبتش، بس مش عايزك تقلق. لا أنا من ناحية أقلق مش قلق خالص بعد الكلام اللي أنت قلته، مطمنة جدا. طب هو أنا لو مش منظم حفلتك كنت هتعزميني؟ بعد الكلام اللي أنت قلته ده بصراحة أه كنت هعزمك. طب تمام، بما إن كده كل تكاليف الحفلة على حسابي. اعتبريها هدية وتبرع مني للدار. طب كان لازمته ايه فيلم الاسعار اللي انت عملته ده؟ مش فاهمة. شفتي بتستغليني؟ لا نصر. كل الناس اكدت حضورها، ما اعتذرش لعدد محدود لظروف السفر. ايوه بقى. بجد انا متشكرة قوي يا جماعة. الخير اللي بشوفه في المكان ده اكيد ربنا يكافئكم عليه. ليش كده؟ انت بقيتي واحدة مننا. بس انا عايزاكي تحضري نفسك كويس. أهم ناس في البلد هيكونوا عندك في الحفلة. إن شاء الله هشرفكم. بوعدكم إن إحنا هنعمل حفلة تفتكروها كلكم. ملوكة عن إذنكم. ملوكة حبيبي حبيبي ملوكة. مين حبيب كرمة؟ مالك. مين اللي كرمة بتموت فيه؟ مالك. مين؟ مالك بيموت فيها؟ كرمة. برافو. حبيب قلبي.